وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Don't even come near it. Allah is warning you, don't even come near it. Why? Because of the devastation that it causes. Because of the misery that it causes. قصة حقيقية وقد ذكرت في صحيفة من الصحف العربية ولن أذكر اسمها. نشر القصة صاحب القصة بنفسه وطلب من الصحيفة ألا تنشر اسمه، ولكن فقط أراد من الناس أن يعتبروا به. يقول صاحب القصة: كنت في الجامعة وككثير من الشباب لدي علاقات مع الفتيات. مرة من المرات تعرفت على بنت وكونت معها علاقة كاملة غير شرعية، وظللت هكذا لفترة حتى أنها حملت مني. فلما اكتشف أهلها الأمر وأخبرتهم الفتاة عني، جاءني أخوها يتهجم علي، فقلت له: أنا لا أعرف هذه البنت، انظر من أين أتت بهذا الحمل، وتركته وذهبت، ولأنهم لا يملكون ضدي أي شيء تركوني. نسيت أنا الأمر. بعد سنوات دخلت المنزل ذات مرة فإذا أمي على الأرض مغشي عليها، أحاول أن أوقظها، فإذا استيقظت صرخت ثم أغمي عليها مرة أخرى، أوقظها مرة ثانية تصرخ وتسقط ثلاث مرات، حتى قلت لها: أمي ما الذي حدث؟ تصرخ تقول: أختك. قلت: ما بها أختي؟ قالت: إنها حامل من ابن الجيران. ذهبت إلى ابن الجيران هذا ومسكته، ولما بدأت بالتهجم عليه قال كلمة كانت كالسهم الذي اخترق وسط قلبي. تدرون ماذا قال؟ قال لي: أنا لا أعرف أختك، اذهب وانظر من أين أتت بهذا الحمل. سبحان الله، بالضبط نفس العبارة التي قلتها أنا لأهل البنت الجامعية. والجزاء من جنس العمل. ما انتهت القصة. يقول: تجرعت آلاما نفسية شديدة، ثم بعد سنوات قررت أن أتزوج. بعد الخطوبة وعقد القران تجهزنا للزفاف. في يوم الزفاف أتفاجأ أن عروستي كانت زانية من قبل، وهي تقول لي: أستر علي سترك الله. فقلت في نفسي: خلاص يا ربي، يكفي يكفي ما أنا فيه، يكفي يكفي عقوبة. يقول: فتجرعت الضربة الثانية وبلعت هذه الغصة بصعوبة، وقضيت معها سنوات سنوات، وأنجبت منها طفلة كأنها القمر. فلما بلغت 6 سنوات جاءت البنت تبكي من الشارع: ما الذي حدث؟ اغتصبها حارس العمارة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. سبحان الله. young man full of energy, full of strength, he comes to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He said, Ya Rasulullah, idhanni bizina. Allow me, give me permission to commit fornication. Please ponder upon this amazing hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Sahaba were angry. فزجروه. They were angry at his comment, asking the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to give him permission to commit zina, fornication. And look at the greatest teacher ever, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He brought him forward. He said, sit. And he sat. And he came close to him. So Muhammad sallallahu alaihi wasallam comes to this young man. And he said to him, after he brought him close, he said, would you like that your mother commits adultery? He said, would you like that your mother commits adultery? He said, Bi abi wa ummi anta ya Rasulullah. No, I would not want my mother to commit adultery. I would give myself up for you, O Messenger of Allah. He said, would you like your sister? He said, no, ya Rasulullah. The same thing he said. He said, your daughter, even your daughter, he's not even married yet. But Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is giving him this foresight. Would you want eventually that one day when you get married and have a daughter, would you like that someone commits adultery with you? He said, no, ya Rasul. He said, your auntie from your father's side. He said, no. Your khala from your mother's side. He said, no. He said, people don't want that for their mother, nor their daughter, nor their auntie, nor their sister. Look at the beautiful hikmah of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أخي الكريم، أختي الكريمة، لا تقل أن هذا كثير على هذا العاصي. لا، تلك البنت الجامعية التي بدأ بها في أول قصة كان لها أخ فجع بها، فجعل الله له جزاء بأخته. نعم، وسيكون لها زوج يصعق بها، فابتلاه الله بزوجته،
وكان لها أب تقطع قلبه عليها فابتلاه الله بابنته والجزاء من جنس العمل فعليه أن يتحمل عاقبة فعله وأما من لم يكن له ذنب فيما حصل له في القصة فهذه ابتلاءات يرفع الله بها عباده ويكفر عن سيئاته إخواني أخواتي ربنا سبحانه غيور غيور على حرماته سبحانه وينتقم لها جل في علاه فانتبه أسأل الله تعالى أن يسر عوراتنا وأن يؤمن رواتنا.